من الخطوات الرائدة في تاريخ الكلية الحربية قبول انتساب الفتيات إلى صفوفها منذ نهاية عام 1981. أثبتت الفتاة السورية قدرتها على تحمل أعباء الحياة العسكرية. استطاعت أن تقف إلى جانب الشباب لتسهم بدورها في الدفاع عن الوطن وإعلاء رايته. بقيت الكلية الحربية تستقبل أفواج الطالبات سنوياً حتى عام 1987، حيث تم الانتهاء من بناء الكلية العسكرية للبنات وتزويدها بكادر تدريبي مؤهل ساهم في تخريج العديد من الضباط وصف الضباط الإناث. العنوان الأبرز لحياة الطالب في الكلية هو التدريب المتواصل ليلا نهارا، صيفا شتاء، في الحر والقر وفي مختلف الظروف. تدريب منهجي مدروس يتضمن تدريب النظري في قاعات المطالعة والتدريب العملي داخل الكلية وخارجها. يشرف على تدريب الطلاب كادر من الضباط المؤهلين الذين يعقدون الدورات التدريبية الشهرية لمناقشة العملية التدريبية مع قيادة الكلية. تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في كل عام عن قبول دفعة جديدة من حملة الشهادة الثانوية من الراغبين بالانتساب إلى الكلية الحربية باختصاصاتها المختلفة. يتم تأهيلهم عدة أشهر للانخراط في الحياة العسكرية، حيث يتم تسليمهم العلم في احتفال رسمي بعد التأكد من لياقتهم وقدرتهم على متابعة الدراسة في الكلية الحربية. نعم، إنها الكلية الحربية التي كانت وستبقى نبعا ثرا فوارا يرفض القوات المسلحة سنويا بدم جديد وشباب قادر على العطاء.